اللاعب متولي. متولي اماميه راسيه خروج الحارس في اخر مطاف كيتمكن من كره خطيره دا جول الرجاء يتمكن في هذه الاثناء من هز الشباك الاتحاد الاثمرة بهدف ثاني وخطا صراحة صعب وصعب وصعب جدا على فريق الاتحاد. يعني الحارس اللي كنا كنشكروا فيه جاء الوقت يعني يمكن نقول بانه قام بالمطلوب ولكن من يفقد الكرة هنا غنشاهدوا لو امكن بالبط شوف اللقطة يعني وجه لوجه مع اللاعب كان بامكان الكرة يعني تخرج او شيء من القبيل ولكن شوف اللقطة هذه اكيد انها ستقص واكيد انها في اليوتيوب ستوضع لقطة اكيد انها غريبة.